السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. كنافة بالكستر، كنافة بالكستر. ايه الكستر ده؟ كستر ده الفرق بينه وبين المهلبية بيض، ان انت بتزود بيض، بتزود بيض عليه، بس بتعمل بطريقة معينة علشان ما يبقاش مقلت. صفار البيض. يعني الكستر ده اللي مش بنشتري بقى البواكي والكلام ده، لا احنا اللي عاملينه هنا في البيت. سكينة ونقطع، والكنافة شكلها رهيب. شوفوا عاملة ازاي يا جماعة، اهي شوفوا شكلها تحفة تحفة جدا جدا جدا. انا مشتاق فعلا ليها. الكنافة اهي بسم الله، سخنة لسه. شوفوا يا جماعة، بسم الله، الله الله الله، اللهم صل على النبي. طيب نقطع كمان ولا كده كفايه؟ لا اسمه نصين. ماشي نصين، بسم الله. يا ولد يا فنان يا فنان يا فنان. سخنه جدا، بس هي لازم احنا ما هي هنبغضها بقى، احنا بقى هي هتتبغض دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا يا جماعة، شوفوا اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شوف منظر الكستر يا جماعة، اهو شوف منظره عامل ازاي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الله الله الله، يا ولد يا ولد. تنسوش زياد، تديله زياد ابن اخويا ده صاحبي وحبيبي. ومال اهو عاملها لي كده، اهو اوريهاله انا كده. شوفوا يا جماعة، شوف منظرها بقى هنا كده، شوف منظر الكاستر. لا الصفار بتاع البيض بيبقى باين كده، بتبقى لها 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 طبيعه ثانيه برضه غير المهلبيه. المهلبيه دي بتاعه الناس اللي هم ايه، بسيطه. المهلبيه سهله، انما الكاستر دي فيها فن. انت ممكن تيجي انت واحده انت تعمليها، يقوم البيض عامل مقلت. لازم تعمل، ايوه ما انا بقول اهو بقى، ما انا بقول اهو، عشان اعمله في القناه على فكره يا حاج. انا اعتقد ان انا عاملينه سهيلة بتقول لي يعني بتشتكي ان حد بيقص فاضي يصورها. اما سهيلة بقى تيجي من الكليه تبقى تصوري، كنا من الوصفات اللي هم عاوزينها. اهو شوفوا يا جماعه، شوفوا يا جماعه، شوفوا يا جماعه المنظر، اهو منظر خرافي والله العظيم. اني اهو شوفوا شوف بقى سيبت الحته دي، انا هاكل الحته دي. اهو شوف بقى الكاستر عامل ازاي يا جماعه. في الصفار دي، الصفار البيض اهو. وطبعا اساس الكنافه والحاجات. بسم الله، بسم الله، الله اكبر. معموله طبعا يا جماعه بالسمن البلدي. ايه عليكم الفيديو بتاع امبارح؟ الله اللهم صل على النبي. زياد له خرطه كبيره عشان بيساعدني في الكمبيوتر، بيساعدني في الحاجات اللي انا عايز اعملها على الكمبيوتر اليومين دول. شوفوا يا جماعه، انا بس هي سخنه جدا لسه. يعني ايه بصوا يا جماعه، كنافه ايه؟ حد يعرف يعمل كنافه زينا؟ شوفوا يا جماعه عامله ازاي. بسم الله، اللهم صل على النبي. يا الله، اللهم صل على النبي. الله، أكلة جميلة، هي أكلة جميلة يا أم سهيل. بجد. والسمنة البلدي، أنت بتقولي السمنة البلدي باينة فيها جدا. بتتكلم. السمنة دي أهو. شوفوا يا جماعة. شوفوا يا جماعة المنظر، يا خبر أبيض. لا أنا ما بقولكوش الكنافة، أنت عارفة يا أم سهيل كمان اللي بقول لك الكستر ده، أنا أعمله تعظيم سلام لما يطلع صح. الكستر ده يا جماعة يعني الناس بيجيبوه بودره كده، ده ما نعرفش ناكله، ما يوم يعني ما انا ماكلوش. انما ده معمول شرعي، معمول شرعي بصفار البيض. انت بتضيفي على اللبن صفار البيض. اللي بيع البارد يبقى قصدي. والله العظيم لو مش عارف اوصف لكم المشاعر بتاعتي في الوصفه دي. شوف الجمال، وبعدين مظبوطه قوي يا ام سهيل، مش مسكره قوي كمان، معموله. لا مظبوطه، مظبوطه جدا.
حاطين فيها الشربات الوسط مش التقيل. عاملين الشربات الوسط اللي هو 4 سكر و3 ماء الوسط. مش تقيل قوي. شوفوا الجمال يا جماعه، حاجه عظيمه، حاجه عظيمه. اللهم صل على النبي. شوفوا بتاكل الكنافه كده، تبقى يعني انت بتاكل الكنافه بتقوم بتوصل تقوم واصل للكاستر ده، بقى طعم تاني، بدي طعم ودي طعم. العجينه مسكره ولا الكاستر؟ اتنين زي الفل، اتنين ربنا متعدلين. والله يا جماعه مشاعر جياشه. حاجه اللهم صل على النبي. شوفوا الجمال. الكنافه اللي بتكسر او مهلبيه والجبنه وكنافه الجبنه لازم يتاكلوا سخنين. لو سبتهم تاني يوم ما يبقى لهمش طعم الكنافه. هي هتقعد مش هي هتقعد مش هتبات عمري ما بقت. اشوف الجبنه جماعه، شوفوا شوفوا يا جماعه. ايه الجمال ده؟ ممكن طبعا كان يتحط فيها موز بتبقى طعمها رهيب برضه. ايه الجمال ده يا حاج؟ لو حطيتي معاها موز طبعا. موز جواها؟ طبقة موز. بتبقى كبيرة قوي. تبقى لها طعم تاني جميل بقى. تبقى احنا عملناها مرة. هتبقى تخينة قوي يعني، هي انا بيتهيألي كده. لا هتبقى دي ممتازة قوي. هتبقى رقايق كده وممكن تخفف شوية. هو الموز بس يعني ايه؟ هيعمل يعني شوية يعني نوع من انواع الفاكهة يعني. في قلب الأكل. يا جماعة ما اقولكوش على مشاعري الجياشة، الأكلة الحلوة دي والله. اهو يا جماعة والجمال ما شاء الله. هي بس الناس سخنة لسه، فمخلياني ايه حريص وانا باكل اهو. جميلة أوي والله العظيم، أكلة وصفة جميلة دي. تسوي لها 200 جنيه دي والله العظيم. عمره ما يعملها بالسمنة البلدي زينا، عمر المحل ما يعملها بالسمنة البلدي زينا يا جماعة. شوفوا هتاكل دي يعني تاكل دي وتنام ما تتعبش ولا تحس بأي حاجة. شوف جمال، اللهم صل على النبي. انت بس سخنة قوي. وصفة جميلة جدا يا جماعة، بالهنا والشفا. اعملوها، اعملوا الوصفة دي، اعملوا ال وبالمهلبيه برضه تمشي يعني. يعني هي نفس الكاستر، نفس المهلبيه، الفرق بس البيض بتدخل لها البيض بطعم طبعا، ده طعم مختلف خالص. بس خلي بالك من ايه، انه في وقت حط البيض بقى له وقت معين عشان ما يعملش مقلد. في الاول يا حاجه بقى واحنا بنسخن كده كل حاجه تحط على البيض وبعدين تحط على النار كده بسرعه. ايدي بسرعه ما بيعملش مقلد، ما بيعملش مقلد. لو اتعمل على السخن يقوم قالب وقالب على طول صح؟ لو اتعمل على السخن لو ما ينفع. حتى النشا بتتعمل في المهلبيه على البارد، كله على البارد. كده كده اكله جميله. تسلم ايديكم وشكرا، كل سنه وانتم طيبين. وشوفوا كده يا جماعه، شوفوا الفيديوهات القديمه يا جماعه. يعني انا لسه بالله بشتغل في المشكله اللي كانت في القناه، اعذروني يعني ان انا بتاخر شويه بفيديوهات. يعني اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كمل احنا بقى، كمل.